الرابع والعشرون من كانون الأول ديسمبر 2019. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. معركة إدلب مفتوحة على كل الاحتمالات، الجيش السوري يتقدم بسرعة، والمعلم يشير إلى تآمر تركي إسرائيلي لمنع القضاء على الإرهاب. أما أنقرة فتسحب مقاتلين من شمال سوريا إلى ليبيا. ما مصير الاشتباك على الأرض السورية؟ قانون الجنسية العنصري في حق المسلمين يشعل تظاهرات في الشارع الهندي، المسلمون يعترضون والمعارضة تنضم إليهم. لماذا يصر مودي على المضي في هذا القانون؟ العالم يحتفل بليلة الميلاد، زينة وفرح وابتسامات. العيد يزور بيوت الفقراء وأوطانا تعيش الأزمات ليغير واقع الحال ولو لساعات. إدلب المعركة المنتظرة والأصعب ربما بعدما فشلت كل الاتفاقيات التي عقدت مع الأتراك. فإدلب التي رحل إليها المسلحون والإرهابيون تعيش على وقع تقدم الجيش السوري الذي يواصل تحرير مدن وبلدات المنطقة بسرعة عالية. سياسيا كان وزير الخارجية وليد المعلم واضحا في موسكو، أشار إلى تآمر تركي إسرائيلي أمريكي لمنع سوريا من مكافحة الإرهاب. باختصار شديد، التآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي بالإضافة إلى بعض دول المنطقة مستمر على سوريا لعرقلة جهودنا بالتعاون مع أصدقائنا في الاتحاد الروسي للقضاء على الإرهاب. وأي إرهاب؟ إرهاب جبهة النصرة المصنفة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن. إنما التطورات في الشمال السوري متنوعة أيضا، فالأخبار الواردة من رأس العين وتل أبيض تشير إلى أن تركيا تحضر مجموعة من مقاتليها لإرسالهم إلى ليبيا براتب يصل إلى 2000 دولار شهريا. كما أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة كبرى لتثبيت استيلائها على النفط السوري. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، كيف يتقدم الجيش السوري في إدلب؟ ثانيا، ما موقع تركيا في الميدان؟ ثالثا، أي معادلة سيرسيها الشمال السوري على مجمل المشهد في سوريا؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف مشهد ساخن لهذه الليلة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور تركي الحسن، ينضم إلينا طبعا من العاصمة السورية دمشق. مساء الخير دكتور تركي، أهلا بك معنا. وسأبدأ معك. خير ست لنا. أهلا بك. نبدأ من التطورات العسكرية لأنها الأهم من الميدان، من التقدم في إدلب، من السيطرة على كثير من النقاط الاستراتيجية، محاصرة نقاط تركية أيضا، مراقبة. كيف تفسر لنا استراتيجية تقدم الجيش السوري راهنا في إدلب؟ أنا أعتقد أن العملية التي أطلقت ليست عملية بمعنى أنها عملية جديدة، وإنما هي استئناف للعملية التي أطلقت في الشهر الخامس عبر مرحلتين. المرحلة الأولى وصولا حتى تحرير بلدة وصولا حتى تحرير كفرنبودي والقرى حولها حوالي 23 قرية، والمرحلة الثانية كانت في تحرير خان شيخون في الشهر الثامن. في تقديري أن هذه المرحلة قد أعطي للجهود السياسية والدبلوماسية للأصدقاء، يعني الروس بما لهم من تأثير حول مع الجانب التركي، وبنفس الوقت هناك اتفاق سوتشي في عام 2018 تجدد في عام 2019. حتى الآن الجانب التركي يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يفترض أن يكون قد نفذ منذ العام الماضي في الشهر العاشر. إطلاق العملية العسكرية يعني أو استئناف العملية كما أقول استئناف العملية العسكرية ضرورة، يعني بحكم الضرورة، لأننا أمام طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول هو عبارة عن التسوية التي كنا نطمح أن تنجز من خلال تدخل الدول الضامنة، يعني روسيا وإيران، بالإضافة إلى الجانب التركي الذي لا يثق به الشارع السوري ولا الحكومة السورية. ولكن نتيجة ثقة الأصدقاء ووعود الجانب التركي لهم وافقت الحكومة السورية. ولكن هذا الأمر طال الانتظار، وتبدأ أن هناك شيء آخر عندما يتم تحشيد مجموعات إرهابية قبل استئناف العملية من مختلف الفصائل، سواء أجناد القوقاز والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة، بالإضافة إلى أحرار الشام وبقايا الجيش الحر في هذه المنطقة من أجل
منع الجيش السوري. الجيش السوري قرر الطريق الثاني كان هو إطلاق العملية أو استئناف العملية كما نقول. وأعتقد أن هذه المرحلة يمكن أن نطلق عليها أنها المرحلة الثالثة من العملية بشكل كامل، لأن الهدف من العملية بالأساس هو عبارة عن تحرير إدلب أو فتح قوة في الجدار المسدود، بحيث تنزع تركيا أو تذهب تركيا باتجاه تنفيذ الاتفاق. محاصرة النقاط التركية. السعيد من اتعظ بغيره. عفوا بس دكتور تركي، محاصرة نقاط المراقبة التركية هي تهدف إلى إجبار تركيا على تنفيذ الاتفاق أو لا؟ يعني في تؤشر إلى مواجهة ستكون مع الأتراك في هذه المنطقة؟ بتقديري كما قلت عن النقطة التي كانت تتواجد في منطقة مورك في الشهر الثامن من هذا العام، أيضا يمكن أن نقول عن نقطة الصرمان أنها لا يمكن أن تقوى على مقاومة الجيش السوري، وأعتقد أن وجود هذه النقاط هي للمراقبة. فإذا قامت بعمل عسكري ضد الجيش السوري يصبح استهداف هذه النقطة مشروعا، ويمكن للقوات السورية أن تدمر هذه النقطة في أي لحظة من اللحظات. حتى الآن تم عزل هذه النقطة بنفس الطريقة التي تمت في مورك، والآن لا يمكن أن يدخل أو يخرج أحد من هذه النقطة، وأعتقد أنه سيصار إلى تسوية هذه النقطة كما تم في مورك. والآن هي القوات قد تجاوزتها وهي مطوقة من كل الاتجاهات، ولا أحد يتعامل معها عسكريا حتى الآن، وإلا إذا قامت هي بفعل ضد القوات السورية. القوات السورية من خلال العمل الذي قامت به، قامت وعينها أن تصل إلى معرة النعمان، أي أن الهدف الأساسي الآن في هذه النقطة هو السيطرة على مدينة معرة النعمان، وهي مدينة كبيرة جدا وبنفس الوقت تقع على الطريق M5، وبالسيطرة على هذه البلدة ثم وقبلها كانت خان شيخون. وأعتقد أن المرحلة القادمة إذا لم يجري تنفيذ الاتفاق ستكون أو ستتجه القوات إلى السيطرة على سراقب. في هذه الحالة يتم السيطرة على الطريق الدولي M5 الذاهب من دمشق إلى حمص حماة إلى حلب. تماما، هذا إضافة إلى أهمية السيطرة على الطريق الدولي، السيطرة على معرة النعمان أيضا ما دلالتها على مستوى السيطرة على إدلب بشكل عام؟ يعني ناحية تواجد المسلحين دكتور تركي، رمزية معرة النعمان أيضا، يعني وصعوبة هذه المعركة، أريد أن أعرف منك تفاصيل أكثر عنها. أعتقد أن معرة النعمان الجميع يدرك أنها منطقة كبيرة، وبنفس الوقت هي في قلب المحافظة، وهي مدينة كبيرة تأتي في عدد السكان، يعني هي مماثلة لمدينة جسر الشغور، وحتى بعدد السكان تصل إلى عدد سكان إدلب. وكانت في الفترة الماضية طيلة السنوات الماضية، يعني منذ عام 2012 قد خرجت من تحت سيطرة الدولة وتسيطر عليها كما كان يسيطر عليها الجيش الحر ثم جبهة النصرة، والآن تسيطر لا تزال تسيطر عليها هيئة تحرير الشام أي جبهة النصرة، وهناك فصائل أخرى تعمل تحت مظلة جبهة النصرة وتقاتل في هذه المنطقة. القيادة لجبهة النصرة في هذه المنطقة تسيطر على الريف الشرقي وريف جبل الزاوية أيضا، يعني معرة النعمان تتصل بأريحة، تتصل مباشرة بإدلب، وتتصل بخان شيخون، وهي تتصل من الجهة الشرقية بريف حلب الجنوبي. وبالتالي تحرير مدينة معرة النعمان وتحرير بلدات وقرى معرة النعمان يعطي دفعا جديدا للقوات المسلحة، ترفع من المعنويات، تتقدم القوات وتحرر مساحات واسعة، وهي قد حررت حوالي 700 كيلومتر مربع. وبالتالي هذا الأمر يؤكد أن القوات في حالة اقتدار، وأن النصر يجر إلى نصر، والهزيمة بالنسبة للإرهابيين تجر إلى هزيمة أخرى. طب دكتور تركي، الوزير وليد المعلم كان واضحا في تصريحه في موسكو، قال بأن هناك تآمر تركي إسرائيلي أمريكي لمنع سوريا من محاربة الإرهاب. هل الآن الأتراك في موضوع إدلب أصبحوا على المقلب الآخر؟ يعني حتى الروس لم يعودوا يثقوا بهم؟ كنت أقول منذ المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية السعيد من التعظ بغيره، وكنت أراهن أو أتمنى بالحد الأدنى إذا لم أكن أراهن على خيار جديد
أن تتحول فيه الحكومة التركية وأن تجري تحولات في الموقف السياسي. فبدل أن تكون رأس الحرب في استهداف الداخل السوري والدولة السورية والشعب السوري، أن تتحول لأن تساهم في الحل السياسي. حتى الآن لم نجد أن هذا التحول قد جرى، يعني نسمع كلاما معسولا ويعطي الوعود للجانب الروسي والجانب الإيراني وينقل للجانب السوري، ولكن عندما ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماما. وبالتالي دعم المجموعات الإرهابية ومساندتها وثم نقلها والتلاعب بالألفاظ ونقل هؤلاء تارة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، يعني أقصد الحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز الذين كانوا يتواجدون في جبال اللاذقية وفي المنطقة الغربية من إدلب وصولا حتى الحدود التركية، لا يمكن نقلهم إلا بموافقة الاستخبارات التركية، وهم قد فعلوا ذلك الآن، وهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة في المواقع الجديدة. أعتقد أن الثقة في الجانب التركي ازداد الشرق في ذلك، وكلما قدمت وعود ونقول نأمل أننا وصلنا إلى اتفاق وتحول سياسي يتم بموجبه التحول أيضا في مسار الحرب السورية، الحرب على سوريا، أعتقد أننا نصل إلى إحباط من الموقف التركي. وأنا أتمنى أن تتحول تركيا، وأن يأخذ الحكومة التركية بعين الاعتبار هذا الموقف، أنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي إذا لم تقوم تركيا بهذا التحول، وبنفس الوقت تساهم إيجابا في المساهمة السياسية في الحل إيقاف الحرب والحل، فإنها ستجبر على ذلك. موسكو مقتنعة بالكلام كلام الدولة السورية الآن عن يعني عدم وفاء تركيا بالتزاماتها، في تغير بالموقف الروسي. أعتقد أن وزير خارجية قال أنه يجب أن ينتهي الإرهاب في إدلب، ومن حق الدولة السورية أن تقوم بذلك. وهناك الموقف العملي، يعني بطبيعة الحال عندما يساهم الطيران الروسي مساهمة فعالة وكبيرة جدا مع الطيران السوري في استهداف المجموعات الإرهابية ويؤمن تقدم الجيش السوري، هذا يعبر عن الموقف الروسي الحقيقي. طيب، هذا بالنسبة للموضوع التركي، بس يعني يبدو أن الأمور أو الأوراق التي تحاول تركيا أن تلعب عليها كثيرة في الواقع، كان مع الأمريكيين في الشمال الشرقي أو حتى في إدلب مع الروس والإيرانيين. اليوم تركيا إذا أردنا أن ننظر إلى موقعها من باب المصالح، ما هي يعني ماذا تريد؟ يعني في إدلب سيكون هناك معركة وستخرج منها حكما مع كل المقاتلين الموجودين فيها، هل تريد فعلا إدلب أم تريد مكاسب أخرى؟ أم تريد أن تساوم على ورقة منطقة بمنطقة؟ أم تريد أن تساوم حتى على بلد بآخر؟ لأن بعد شوي سوف نتحدث عن نقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا. إذن ما هي الأوراق التي يلعب بها الآن أردوغان؟ أنا أعتقد أن ما كان يطمح له أردوغان في البدء شيء، وفي عام 2015 وما بعد شيء آخر. أقصد منذ الاشتراك الروسي في الحرب على الإرهاب، في البدء كان يطمح في تقسيم الدولة السورية وأن تصبح منطقة نفوذ، وأن يقتطع القسم الشمالي من سوريا من شمال اللاذقية إلى إدلب ضمنا، حلب ضمنا، الرقة ضمنا، دير الزور وصولا إلى الموصل، ثم كركوك في العراق. الآن تغيرت الأحوال، والدولة السورية أصبحت زمام المبادرة بيدها، وهي تقوم بتحرير الأرض. وهو يدرك جيدا أن إدلب لن تبقى كما هي، وستنتشر القوات السورية على كل شبر كما قال الرئيس الأسد من الأراضي السورية. ماذا يمكن أن يراهن الآن؟ يمكن أن يراهن على دور. هو يتحدث الآن بالهواجس الأمن القومي التركي من خلال وجود المجموعات أو مجموعات فصائل إرهابية، هذا واحد. اثنين، يتحدث باسم السوريين أنه هو يقف إلى جانب قسم من الشعب السوري، وأن هناك مجموعة من النازحين واللاجئين الذي يتنطح لأن يقوم بالدفاع عنهم، وبالتالي يظهر نفسه وكأنه هو من يدافع عن الشعب السوري، بحيث تتحول هذه المنطقة التي يرغب مستقبلا أن يحولها إلى منطقة توطين
لمجموعة من النازحين واللاجئين بحيث أن تكون منطقة نفوذ تركي في الداخل السوري مستقبلا، حتى إذا سار الحل السياسي يمكن أن يلعب في الداخل السوري. هذا المشروع تنبهت له القيادة السورية، وأعتقد أن الجانب الروسي يعلم ذلك والإيراني يعلم بذلك، والحكومة السورية دائما تطرح هذا الأمر بأنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يدعي أحد أنه يحافظ على الشعب السوري إلا القيادة السورية والحكومة السورية والدولة السورية. في هذه الحالة تسقط المفاهيم. الآن ماذا يمكن أن يجني أردوغان؟ الآن هو لديه مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة أنه هو من تبنى الفصائل الإرهابية، وبعضها هو من شكلها ومن دربها ومن سلحها ومن يمولها ومن يقودها الآن، حتى الآن، بدليل أنه يتلاعب بمجموعات الإرهابية. أحيانا ينقل من إدلب إلى شرق الفرات، وهم الذين يقاتلون الآن في طل أبيض ورأس العين، وأحيانا ينقل في الاتجاه الآخر. وأنت ذكرت في المقدمة أن هناك البعض سيتم نقله في ليبيا صحيح إلى ليبيا صحيح، هناك حوالي 4000 إرهابي اتفق على نقلهم إلى ليبيا من أجل القتال إلى جانب حكومة السراج أو ما يسمى حكومة الوفاق، وبالتالي يعني هو سيأخذ طبعا بعد الاتفاق والتوقيع الذي حصل والتعاون الكبير بينهما. بس في مسألة، يعني الإرهابيين الذين، لأنه دائما كان في سؤال ماذا سيحل بهؤلاء الإرهابيين موجودين في إدلب أيضا، مش بس طل أبيض أو يعني بالشمال، هل من الممكن أن يكون مصير هؤلاء الإرهابيين الترحيل إلى ليبيا؟ نعم، هذا الأمر كنت سأكمل في هذا الموضوع. هذا الأمر سيكون أردوغان، الرئيس أردوغان، رابح بكل الأحوال. عندما يرحل هؤلاء إلى ليبيا سيستثمر في هؤلاء في ليبيا ماديا، ويدعم حكومة الوفاق التي يقف معها، وهم عبارة، معروف أن هناك تنظيم، حكومة الليبية هي تنظيم إخوان المسلمين، والرئيس أردوغان هو في قيادة التنظيم، أو لنقل بالأحرى يدعم الإخوان المسلمين. النقطة الثانية أنه يتخلص من هؤلاء، لأن هؤلاء بعد تحرير إدلب إلى أين سيذهبون؟ هناك قسم سوري يمكن أن يجري تسويات مع الحكومة السورية، أما القسم الآخر من الأجانب والذين يمكن أن ينقلوا إلى ليبيا في هذه الحالة سيتخلص أردوغان منهم، الذين يشكلون عبئا كبيرا عليه، وهم بطبيعة الحال عندما يتم تحرير إدلب وسيتم التحرير سينتقلون إلى الداخل التركي، إلى من ورطهم وجندهم وشكلهم. فإذا بقيوا في الداخل التركي سيشكلون مشكلة للرئيس أردوغان. الآن يمكن أن يتخلص من هؤلاء ويستثمر في هؤلاء، وبالتالي سيكون رابحا في الاتجاهين. هذا من جهة. من جهة ثانية، يعني يمكن أن يكون رابحا مع الحكومة الليبية، وهو قد وقع اتفاق نعلم جميعا حول الحدود البحرية، ويمكن أن يأخذ أموال تدفع له الحكومة الليبية الحالية، حكومة الوفاق، حكومة السراج، أموال للاقتصاد التركي. وهذا الأمر يكون الرئيس أردوغان مستفيد من الحكومة الليبية ومن استثمار هؤلاء ومن ترحيل هؤلاء بنفس الوقت. طب والآن بالعلاقة مع الأمريكيين، يبدو أن يعني كل ما حكي عن انسحاب أمريكي من شرق سوريا ليس حقيقيا في الواقع، لأنهم يعززون قواعدهم كما ينقل الآن. التركي والأمريكي اليوم كيف يبدو التنسيق في هذه العلاقة في الشمال الشرقي دكتور تركي؟ التنسيق لم ينقطع نهائيا. صحيح مرت هناك فترات في العلاقة الأمريكية التركية في مرحلة لنقل توتر في بعض القضايا منذ الانقلاب في عام 2016 حتى الآن، ولكن تركيا هي دولة أطلسية لا يمكنها أن تخرج من الأطلسي. صحيح هناك علاقة بدأت مفتوحة على الجانب الروسي وتنسق في كثير من القضايا مع الجانب الروسي، ولكنها حتى الآن لا يمكن أن تخرج من الأطلسي، وليس باستطاعتها أن تخرج من الأطلسي حتى ولو كان الرئيس أردوغان أو غير الرئيس أردوغان. الآن لا يزال التنسيق قائم، لأنه عندما دخلت القوات التركية غازية في شرق الفرات دخلت بإعاز أمريكي وفي ضوء أخضر، لا بل أكثر من ذلك. قال الرئيس الأمريكي له
من خلال اتصال هاتفي سأنسحب وأنت أدخل، يعني هذه المنطقة لك. الآن الأمريكي غير نتيجة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة، وبنفس الوقت الصراع داخل الإدارة الأمريكية، بدل من قراره بحيث بدلا من الانسحاب الكامل لنعتبره انسحابا جزئيا، وبالتالي من خلال المحافظتين اللتين كان يساط ثلاث محافظات، يعني شمال حلب قسم من حلب واللي هي جرابلس عفوا عين العرب، ثم المنطقة التي نقول محافظة الرقة تقريبا بكاملها، محافظة الحسكة بكاملها، وجزء من محافظة دير الزور، وهي تشكل هذه المساحة تقريبا حوالي 23% من مساحة سوريا. الآن الأمريكي حصر وجوده في حقول النفط، والرئيس الأمريكي استمعت إلى تصريحاته المتكررة، وكان دائما ينزل عن السلم درجة درجة. الآن يقول أنني أسيطر على حقول النفط وأمنع داعش من العودة لها، ونحن بصدد الاستثمار. إذا كان الاستثمار في سرقة الموارد السورية والنفط السوري، فأعتقد أن هذا الأمر له معالجة أخرى وطريقة أخرى. والأخوة في العراق كانوا يشكلون درسا كبيرا لنا ولغيرنا في كيفية الانسحاب الأمريكي. هنا تقوم المقاومة الشعبية تماما. تقوم مقاومة مسلحة، ومن حق السوريين أن يحرروا أرضهم بأي طريقة من الطرق. أما بالنسبة إذا كانت القضية قضية استثمار كأي دولة، يمكن أن تعود الولايات المتحدة إلى الحكومة السورية لأن تجري مفاوضات وتستثمر. ليس لديها مانع الحكومة السورية في ذلك بأن تأخذ ككل الدول استثمار. ليس لديها مانع في الاستثمار الأمريكي في الشرق بالحقول النفط يعني؟ ليس لديها مانع في الاستثمار من كل دول العالم يعني أعتقد في هذا الموضوع، لأنه سبق أن كانت هناك شركات غربية، الشركات البريطانية والأمريكية كانت قبل الحرب على سوريا تستثمر في سوريا، وهناك شركات صينية وروسية وشركات كرواتية إلى آخره تستثمر في مجال حقل النفط السوري. الآن أعتقد إذا كانت القضية استثمار فليدخلوا البيوت من أبوابها وليس سرقة بهذه الطريقة. والحجة أنه بحماية الأكراد، أعتقد أن ما قاله الرئيس الأمريكي من أننا لم يحاربوا معنا ولم يكونوا معنا سابقا ولا نريد حمايتهم ولا نرغب باستمرار هذه الحماية، لقد كانوا معنا في القضاء على داعش وأخذوا أثمان ما قاموا به في هذا الأمر. أعتقد أن الجانب التركي وهو الدولة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، الآن عندما قال هذا الكلام الرئيس ترامب كان يضيف بذلك الجانب التركي، لأنه هناك عبارة عن شد حبال بين الجانب التركي والأمريكي من أجل تبني الموقف الكردي في سوريا. الآن المنطقة التي تتواجد فيها وإقامة قواعد فيها سواء كان في حقل العمر كونيكو أو في حقل في حقول الرميلان، أعتقد أن هذه المسألة سينظر لها بطريقة أخرى مختلفة عن انتشار 13 قاعدة كانت في المحافظات الثلاث. شكرا يعني دكتور. أستطيع أن أقول أن القاعدة في شرق دير الزور أو شمال شرق دير الزور والقاعدة في حقول رميلان سيتم التعامل معها في الوقت المناسب بعد الانتهاء من معركة تحرير إدلب. شكرا جزيلا لك دكتور تركي الحسن، الباحث الشؤون الاستراتيجية، على انضمامك لنا في المشهدية من عاصمة سوريا دمشق. مشاهدينا الآن نذهب من المشهد الساخن إلى المشهد السياسي. مشهدنا السياسي ليلى من الهند، حيث واجه المواطنين الهنود المسلمون تمييزا ضدهم دفعهم إلى الشارع للاعتراض. فحزب رئيس الوزراء ناريندا مودي دفع باتجاه قانون جديد للجنسية يقوم على تجنيس اللاجئين من دول مجاورة إذا كانوا عرضة للاضطهاد شرط أن لا يكونوا من المسلمين. القانون العنصري بامتياز دفع بشريحة كبرى من الهنود ليس فقط من المسلمين إنما أيضا من المعارضة إلى النزول إلى الشارع في ظل الإصرار على هذا القانون من قبل حزب رئيس الوزراء. ونفصل أكثر مشاهدينا في أسباب ما يحدث في الهند مع ضيفنا سيد علي ماهر رئيس تحرير وكالة برايم نيوز، انضم إلينا من إسلام أباد. مساء الخير أستاذ علي، أهلا بك. نريد أن نفهم بداية، هل موضوع التوتر
في كشمير، توتر مع باكستان، له علاقة مباشرة بهذا القانون، قانون الجنسية في الهند ضد المسلمين؟ أولا لابد أن نفهم أن القضية في الخلاف الأساسية هي ليست هذا القانون، بل الأجواء التي تشهدها مختلف أنحاء الهند من الإجراءات التمييزية والتعامل التمييزي مع المسلمين، ليس من الآن، منذ سنوات، منذ أن تولى حزب بارتيا جنتا بارتي الحكم قبل 5 سنوات. كيف يتم التعامل اليومي مع المسلمين؟ كيف يقتل هنا وهناك مسلم من قبل المتطرفين الهندوس؟ ووسط هذه الأجواء جاء موضوع كشمير، السحب الحكم الذاتي أو ما يسمى الوضع الدستوري الخاص لكشمير في أغسطس، ثم جاء قرار الهند بسحب ما يسمى حق الانتخاب من 2 مليون شخص في ولاية آسام الهندية، وجميع هؤلاء 2 مليون كانوا مسلمين. ثم جاء موضوع قرار من أعلى السلطة القضائية بشأن مسجد البابري، قالوا أن هذا المسجد ما له حق إلا على 4 فدان من الأرض، أما الباقي مئات من الفدان تذهب للمعبد الهندوسي. ثم جاء هذا القرار والقانون. فكل هذه الأشياء ساهمت في خلق أجواء وتخوف لدى المسلمين بأنه كل يوم هناك قرارات التي تؤثر على الوضع المسلمين في الهند، رغم أن عددهم هناك يتجاوز عن 200 مليون مسلم في الهند. فهذا العدد الكبير يعني هو في حالة. هنا أريد أن أسألك أستاذ علي، عفوا، 200 مليون مسلم، طبعا هذا رقم كبير في الهند، خصوصا أنهم كانوا أيضا تاريخيا من الذين أسسوا لهذه الدولة، هذا أمر لا يمكن نكرانه. هل برأيك مودي يدفع باتجاه حرب طائفية، تقسيم طائفي في الهند بين الهندوس والمسلمين، الهندوس وباقي الديانات الأخرى والمسلمين من جهة؟ لا، هناك نحن نرى هذه المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى أن ناريندرا مودي وحزبه يعني يحرصان على التأكيد من مواصلة حكمهم بكسب تأييد الأغلبية، والأغلبية بمعناها تقريبا ما أكثر من 75% هندوس، يريدون بهذه الطريقة أن يؤكدوا أن حكمهم يستمر. والأمر الثاني للمستقبل، الخطة بعيدة المدى، أن دولة الهند تبقى علمانية في الدستور، لكن في الأساس تكون هي دولة مسيطرة من قبل الهندوس، أما الأقليات وخاصة المسلمون لأنهم هي الأقلية الكبيرة الأولى، معنى ذلك أنهم يحرمون من الحقوق. هناك مخاوف أخرى، مثلا ولاية آسام، ولاية كيرالا، مثل هذه الولايات في عدد المسلمين يتجاوز 40%، وهناك خوف موجود أن دائما عدد السكان من المسلمين يزداد بسرعة أكثر من أي فئة أخرى. قالوا يمكن بعد 30 أو 50 سنة يكون في هذه الولايات المسلمون أغلبية، معنى ذلك يحكمون هذه الولايات بصورة مباشرة. فهذا هو الخوف عندهم. لماذا سحبوا 2 ناخب من آسام؟ تماما، 40% من الناخبين تم سحب حقهم من يعني استاذ علي، في بوادر، عفوا، في تمييز عنصري كبير واضح مما تقوله، بس هذا التمييز العنصري والطائفي هل سيتحول الى عنفي؟ يعني في بوادر حمل سلاح بين المسلمين او حتى المتطرفين الهندوس؟ طبعا، حينما قاموا قبل 20 او 25 سنة قاموا بالسيطرة على المسجد بحمل آلاف من الناس خرجوا للسلاح، وقبل ذلك كم مرة حدثت مجازر في مدينة بومباي ضد المسلمين، أو مدينة جوجرات
بقيادة نفس هذا الشخص رئيس الوزراء والذي كان رئيس حكومة في تلك الولاية. والأمريكان هم تلك الأيام منعوا من الدخول في الولايات المتحدة. لماذا؟ بسبب العنف الطائفي ومجزرة المسلمين. فلا شك لو في النهاية نريندرا مودي وحكومته لو شعروا بأن هناك ما في طريق فيمكن هم يصدرون أوامر للمتطرفين المسلحين أن يهاجموا المسلمين وممتلكاتهم ومناطقهم وأحيائهم السكنية. وهذا حدث في السابق، قاموا بإحراق أحياء المسلمين في السابق في جوجرات مسقط رأس نريندرا مودي. نعم. يمكن يحدث سيد علي. أقول لك شيء، أن باكستان ليست لها علاقة بهذا الموضوع مثل ما الهند تدعي بأن وراء كل هذه الاضطرابات باكستان. هل باكستان هي التي طلبت من نريندرا مودي أن يغير الوضع الدستوري للكشميريين أو يأتي بتعديلات في قانون المواطنة الهندي؟ هل باكستان طلبت؟ ثم أنا أقول لكم بصراحة أن باكستان كدولة أو مواطني باكستان لن يتأثروا من هذا القانون. الذين سيتأثرون فورا هم البواليين المسلمين المجاورين لدولة بنغلاديش، هم سيتأثرون. وهذا الذي طبعا أدى إلى إساءة العلاقات بين بنغلاديش والهند. الاضطراب في بنغلاديش أكثر، لكن باكستان كجزء من مشروع تقسيم الهند، تقسيم شبه القارة الهندية في عام 47، باكستان مسؤول عن الجالية المسلمة في المنطقة لأنها باكستان تم تأسيسها على أساس. طيب يعني هنا عفوا أستاذ علي، يعني هنا إذا باكستان لا ليس لها دخل في ذلك، مع أنها كما قلت دائما تتهم بأنها تقوي المسلمين في وجه الهندوس في داخل الهند. طبعا هذا الأمر يعود إلى زمن الاحتلال البريطاني وكل ما حصل من بعدها من حروب طائفية. بس هنا في مسألة المسلمين، هل يمكن أن يطلب المساعدة من باكستان إذا يتعرضون للذبح؟ ولو طلبوا باكستان لا تستطيع أن تعمل أي شيء، يعني عمليا لا يمكن لباكستان سوى الدعم السياسي والأخلاقي. لكن هنا لابد أن نذكر أن هذه مسألة المسلمين هي ليست مسألة باكستان، هي مسألة جميع الدول الإسلامية، هي مسألة منظمة التعاون الإسلامي. وانظر الرد فعل الشديد الذي جاء حول هذا الموضوع، جاء من رئيس الوزراء الماليزي الذي أعلن، قال انظروا كيف نحن قمنا بتوفير جنسية للهنود الذين قدموا إلى ماليزيا وللصينيين الذين قدموا إلى ماليزيا، ونحن ما فتحنا مثل هذه. بس الدول الإسلامية غير ماليزيا لديهم علاقات ممتازة مع الهند، يعني حتى الدول العربية يعني العلاقات ممتازة مع الهند، معناها لو يموت كل المسلمين ما في مشكلة، هذه هي العلاقات الجيدة. هذا هو المفهوم. تجارة ماليزيا مع الهند أكبر بكثير من كثير من الدول الإسلامية، لأن الهند هو أكبر مستورد لزيت النخيل من ماليزيا. نعم. المليارات سنويا. نعم. رغم ذلك ماليزيا تتحدث حول الموضوع. نعم. شكرا جزيلا لك سيد علي ماهر رئيس تحرير وكالة برايم نيوز على انضمامك لنا في المشهدية من إسلام أباد في باكستان. مشاهدينا، قبل أن نختم المشهد السياسي يجب أن نركز على بعض القوانين، يعني ذكر طبعا أستاذ علي بعضا منها بس مفيد التذكير بها، التي اتخذها نريندا مودي مثل قانون الجنسية وقوانين أخرى. بس الرجل أيضا هو بحد ذاته مثير للجدل في قراراته في الحزب حتى الذي ينتمي إليه. كيف؟ نشاهد. We'll be right back.
موضوع الهند والسياسة نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع المشهدية وندخل بالأجواء الميلادية بعد الفاصل، فأبقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية، والآن نتابع هذه الحلقة مع المشهد الاجتماعي. اليوم حلقتنا مميزة لأنها من أجواء العيد، ليلة عيد الميلاد، فالجزء الثاني سنخصصه برمته للعيد، عيد الفرح والبهجة والألوان والزينة التي تعرف طريقها إلى قلوب جميع الناس من دون أي استثناء على مختلف طوائفهم وانتماءاتهم ومشاربهم. إضاءتنا ليلة على عيد الميلاد ستجول العالم، إذ أنه في هذه الليلة تجتمع العائلات على العشاء للاحتفال وتبادل الهدايا وانتظار الساعة 12 موعد ميلاد يسوع المسيح في مغارة بيت لحم. سأرحب الآن معي بالزملاء الذين سينقلونا من الأجواء الميلادية من الدول المتواجدين فيها. لنا شاهين من عمان، مساء الخير. مساء السرور من لندن، وهناء محميد من الناصرة على الهاتف. أهلا بكم جميعا، سنتنقل من عاصمة إلى أخرى لنرى كيف تبدو أجواء الميلاد لديكم. إنما سأبدأ مع هناء محميد. طبعا يعني نحن لازم نبلش من بيت لحم، بس سبق وذكرنا بيت لحم في وقت سابق، لذلك سنذهب إلى الناصرة، لأنه في الناصرة هناء نكهة العيد تكون مميزة، خصوصا أن الناصرة هي أرض بشارة، بشارة السيدة العذراء، صحيح؟ مساء الخير لنا، وكل سنة وأنت سالمة، أنت وجميع المشاهدين وأيضا الزملاء. طبعا الناصرة هي مدينة البشارة، وهنا الاحتفالات تكون في أوجها عمليا في مثل هذا اليوم. حقيقة يعني الأسبوع الماضي كله كان حافل بالاحتفالات بعيد الميلاد، أسواق الميلاد، شجرة الميلاد، مسيرة الميلاد التقليدية. واليوم أيضا زرنا لنا إحدى العائلات النصروية خلال تحضيرها لمائدة سفرة ليلة الميلاد. حلو. طب نحن متشوقون جدا لنرى كيف تبدو الناصرة بعدسة زميلتنا هناء محميد، وطبعا زملائنا في داخل فلسطين المحتلة، لنرى كيف تستقبل هذه المدينة، مدينة البشارة، تستقبل عيد الميلاد. نشاهد. طبعا لا يكتمل العيد من دون المائدة التي تجمع من حولها كل أفراد العائلة حول أشهى الأطباق الميلادية والشعبية، لكي نتعرف أكثر على تفاصيل هذه التقاليد النصراوية نزور إحدى العائلات النصراوية. شو عم تعملوا للعيد؟ طلع احنا بنحب كثير ندمج بين اكلات شعبيه، اكلات نصرويه، التبوله دائما ملكه القعده والكب النيه، بس كمان بنحب نزيد شغلات اللي هي هيك من شعوب ثانيه. الميلاد انا بالنسبه لإلي هي بسلمه العيله، دفى العيله، وبس بقلب البيت. بتعرف انه ليش احنا بنعمل الكبه؟ في مقوله شعبيه بتقول بدنا نكب السنه الماضيه ونستقبل السنه الجديده، فالكبه بتكب كل اوجاع السنه الماضيه، وتاني يوم لازم نعمل ملفوف عشان نلف السنه الجديده بالفرح. يلا لكان لعد لازم اساعدكم. يلا تفضلي. الكبة الفلسطينية أنا بظن إنه من أذكى أنواع الكبة اللي بتنعمل بالشمال، فإحنا بنعمل لكل كيلو لحمة صافي 4 كبايات برول، وبنحط لها طبعاً كل أنواع البهارات، وهي أنا بندعكها مع راس بصل. كيف بتتاكل؟ إسا بس أخلصها باكل بفض عميكي. تتاكل مع الحوسي. مدينة الناصر هي مدينة البشارة عمليا بولادة السيد المسيح، شو ميزة الناصر بالنسبة لكم أنتم كأهالي الناصر كمان في الميلاد وبهيك أعياد؟ تبقى أهم إشي في البلد قديش أنت عايش بسلام فيها، أهم إشي في البلد قديش أهلها منسجمين مع بعض.
سلم ايديك وكل عام وانتم بخير. اذا هذا هو الطبق الكبنية اللي الليلة بده يزين مائدة عيد الميلاد في الناصري وفي يمكن اغلب البيوت الفلسطينية. كل عام وانتم بألف خير. من أجواء الناصرة المميزة نذهب الآن إلى الأردن، أيضا بلد عربي فيه عدد لا بأس به من المسيحيين لنا، ليس كذلك؟ وفيه أيضا كثير من المواقع المهمة بالنسبة للمسيحيين مثل المغطس، مثل مدينة مدبة، في كثير من المواقع الرمزية للمسيحية. بس أنت زرتي عمان وجلتي فيها وفي أجواء كتير حلوة كمان بالعاصمة بعمان، صحيح؟ نعم لنا، بكل تأكيد. بداية مساء الورد وميلاد مجيد ينعاد على الجميع إن كانوا مسلمين أو حتى مسيحيين، لأنه حتى في الأردن لا فرق ما بين مسيحي ومسلم. بالفعل الأردن هو بلد سياحي بامتياز وأيضا هو ديني بامتياز. هناك العديد من المواقع المسيحية وتعتبر مواقع الحج المسيحي بالنسبة للمسيحيين. نحن نتحدث عن المغطس، هذا المغطس والذي تم من فيه تعميد السيد المسيح. نحن نتحدث أيضا عن جبل نيبو، أيضا نتحدث عن العديد والعديد من الكنائس. مأدبة مدينة أثرية تاريخية وتحتوي على العديد من الكنائس، وأيضا تحتوي على أقدم خارطة وهي خارطة مأدبة، ولذلك كان هناك هذا الاحتفاء. وكما يعني نشاهد في التقرير الاحتفاء من شمال الأردن إلى جنوبه بلا استثناء، كل المدن هي تتزين بزينة الميلاد المجيد، وأيضا الفرحة هي حاضرة وأيضا موجودة في قلوب الأردنيين إن كانوا مسلمين وأيضا إن كانوا مسلمين. تماما، حمستينا نشوف كيف كان الجو هلأ، يعني كيف نقلته لنا. نذهب مباشرة إلى هذه الصور، هذا التقرير الذي أعدته لنا زميلتنا لنا شاهين. أينما وكيفما وليت وجهك في الأردن من الشمال إلى الجنوب تسر نظرك زينة الميلاد المجيد، فالمسيحية هي ثاني أكثر الديانات انتشارا هنا بعد الإسلام. تعالوا معي في جولة نرى خلالها احتفاء مسيحيي الأردن بأعيادهم المجيدة. حقق من نياتي أني أسافر أروح إيطاليا مثلا، هيك البندقية وروما وفينيسيا وبالقوارب نمشي فيها. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله السنة الجاية يكون هالأمان كلها متحققة. إن شاء الله بتحققيها على العيد الجاي. أمنياتك سيدتي؟ أمنياتي أكيد أكثر إشي بحب إن شاء الله ينعاد العيد على الأردن وأهل الأردن إسلام ومسيحية، على عيلتي أصحابي كلهم أولادي نكون كنا بخير ودائما نحتفل مع بعض. أمنياتي إنه تحقق السلام بالعالم وتشوف كل الدنيا مبسوطة زي هيك، إنه لما احنا لما نشتغل زي هيك ونشوف كل الابتسامة على الناس هذا اشي من يعني نفتخر فيه. تحرر فلسطين، ان شاء الله تروح احوال لبنان. بنهنيكم ببرنامج اجراس المشرق. اكثر شيء انا بحب الشجرة من المسلم ومن المسيحي سؤال أسقطه من حساباتهم الأردنيون، فالدين لله في سمائه وعلى الأرض وطن يسكنونه قلوبهم منذ عشرات القرون. حبيت أجيب الصغار والعيلة مشان نحتفل ونورجيهم أجواء الكريسماس، لأنه إحنا بالأردن أجواء يعني للمسلمين والمسيحيين الحمد لله عنا شعب واحد وأعيادنا واحدة، وطبعا بيشاركونا برمضان وإحنا بنشاركهم بالكريسماس. يعني كيف نعرف أنه لنا بتحب التسوق في العيد؟ أخذتنا مباشرة على المول. أول مكان هو المول للاحتفال بالعيد، ما هيك لنا؟
صحيح، يعني أنا أحب التسوق، ومن من السيدات لا تحب التسوق إن كان لحاجاتها أو حاجيات أبنائها. والتسوق يعني صراحة يعني في متعة وراحة نفسية أحيانا، وأحيانا يكون في ناحية دفع المصاري شوي قلق نفسي، ولكن أنا أجد متعة التسوق. هو بتبلش براحة نفسية لما تشتري، بعدين بتوعي إنه شو عملت، بتبلش بتبلش التعب النفسي لنا وغير راحة نفسية لزوجي. لزوجك. الآن نتابع مع موسى. هلأ أحببنا أن نختار مدينة أوروبية أو كانت أوروبية، بس أنه مدينة يعني غير عربية. موسى مساء الخير. يعني لندن جميلة جدا في فترة الميلاد، لأنه فيها كثير من أول شيء زينة رائعة، وأسواق الميلاد بتكون منتشرة بشكل واسع في كل منطقة تقريبا. نعم، يعني أول شيء كل عام وانتم بخير لنا، وكل عام وانتم بخير لجميع العاملين في قناة الميادين والمشاهدين. طبعا الأجواء عيد الميلاد في لندن أجواء جميلة جدا ومميزة، وأهم ما فيها هو الإضاءة وأشجار الصنوبر المنتشرة في كافة أرجاء المملكة المتحدة، ولا سيما في لندن تحديدا، يعني في منطقة أوكسفورد ستريت، هذا الشارع المعروف عالميا بأنه من أهم الشوارع التسوق. معظم المحال التجارية مزينة بزينة العيد وبهذه الإضاءة، وجمعية تجار شوارع لندن تحديدا شوارع التجارية ارتأت هذا العام بأن تكون الإضاءة صديقة للبيئة نتيجة الضغوط التي تمارس على الحكومة فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي. تماماً. يعني تماماً. كان في تظاهرات أقفلت لندن قبل أيام، يعني وقبل هذا العيد. التظاهرات مستمرة، صحيح، ما زالت التظاهرات مستمرة للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات صديقة للبيئة، سواء في الصناعة أو في مختلف المجالات. كما نشاهد الآن. موسى، كيف كانت جولتك؟ يعني الجولة في أوكسفورد ستريت والمنطقة المحاذية أيضا تقريبا. أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في لندن له نكهته الخاصة، أينما توجهت في العاصمة تجد زينة الميلاد تغطي المنازل والشوارع بالإضاءة الجميلة، حيث تتنافس شوارع التسوق بعرض الأضواء لتضفي الزينة رونقا جميلا. جئت إلى لندن للاستمتاع بأجواء الميلاد، ولا سيما بزينة الميلاد والإضاءة، وأنا أحب زيارة المتاحف والتسوق. تشهد مراكز التسوق في لندن كما في كل عام تخفيضات عالية على البضائع، مما يوفر فرصة أكبر للسياح لشراء بضائع لا يستطيعون الحصول عليها بقية أوقات العام. لقد اشتريت هدية لأمي اليوم، ميلاد مجيد أمي. جئت إلى لندن كي أحتفل بعيد الميلاد مع ابني الذي يعمل في أحد مراكز السلاح الجوي الموجودة في أوروبا. هذا يوم مميز للعائلة، فنحن لم نره منذ عام. هنا في ساحة ترافالغا سكوير، أو ما يعرف بميدان الطرف الأغر، حيث تضاء شجرة الميلاد، هذه الشجرة التي تعد الأكثر شهرة في العالم، حيث هناك تقليد قديم بدأه الشعب النرويجي في عام 1947، يتمثل بإهداء شجرة عيد الميلاد إلى الشعب البريطاني كنوع من الشكر على دعمه له أثناء الحرب العالمية الثانية. لنا، امتى بدك تروحي على لندن زوري موسى بعيد الميلاد؟ كما هي سيدة ترغب بزيارة إيطاليا، وأنا أرغب بزيارة إيطاليا ولندن وباريس وكل الدول الأوروبية، ما عندي مشكلة. لنا موسى، فعلا الاحتفالات جميلة، بس أيضا الجالية العربية في لندن في بريطانيا تحتفل بهذا العيد بشكل مميز وتحافظ على تقاليدها. نعم، يعني هذا العيد لا يختص فقط بالبريطانيين وتحديدا بالمسيحيين، بل تعم هذه الأفراح جميع أرجاء المملكة، وكافة الجاليات العربية والهندوسية وغيرها كذلك تستعد أو تشتري الهدايا وتتبادل الهدايا، يتبادل الهدايا الأصدقاء والأهل، وحتى
يعني يحضرون مائدة العشاء كما هي الحال عند البريطانيين. وفي الأكثر يعني ما أجده أن معظم المتسوقين في شوارع أكسفورد وريجن ستريت هم من العرب القادمين تحديدا من الخليج العربي وبقية المناطق العربية. تماما، شكرا جزيلا لك موسى سرور، نعاد عليك وعلى عائلتك، كنت معنا من لندن. لنا شاهين أيضا معايدتنا لك من الأردن، وهناء محميد بمنا نساها طبعا كانت معنا عبر الهاتف من النصرة. نعاد عليك هناء وعلى كل فلسطين يا رب دائما بالخير وبتحرير فلسطين، هيدي أمنيتنا كل سنة في الواقع. بهذا مشاهدينا تكون مشاهدية قد اكتملت، معايد عليكم ميلاد مجيد، ليلة مباركة أيضا لكل من يحتفل بهذا العيد في هذا الوقت. نلتقي بكم غدا في يوم العيد، أيضا لدينا حلقة ستكون مميزة من المشهدية، فتابعونا في الغد واكتبوا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل فيسبوك تويتر وإنستغرام.